ها؟ تمورة، لماذا توقفت؟ حقيبتي ثقيلة، لا أدري ماذا بها. أنا أيضاً حقيبتي ثقيلة جداً. ها هي، أنتم سبب ثقل حقيبتي. إذن هذه الحروف الهجائية هي سبب الوزن الثقيل في حقائبنا. نعم، الآن أصبحت حقيبتي خفيفة جداً. سأفعل مثلك يا تمورة وأتخلص من كل هذه الحروف. الضاد هو حرف تتميز به لغتنا العربية الجميلة. من منكم يعرف كيف يكتب حرف الضاد؟ تمور، تمورة، لماذا لا ترفعان أيديكما كباقي التلاميذ؟ ألا تعرفان كيف يكتب حرف الضاد؟ كتابة حرف الضاد. فاشلان، كسولان، راسبان. لا أحب أن أصاحب الكسالى. اصمتوا. هيا يا تمور، هيا يا تمورة، حاولا مرة أخرى كتابة حرف الضاد. تمور، أخبرني ماذا جرى؟ ماذا تقول؟ لا أفهمك. أخبريني يا تمورة، ما الذي حل بكما؟ لماذا أصبح تمور كأنه فاقد النطق؟ لقد أدعنا حروفنا. ماذا تقولين؟ أدعنا حروفنا. ماذا تقصدين؟ لا أفهمك يا تمورة، بأي لغة تتحدثين؟ جدي، لقد أخرجنا الحروف الهجائية من حقائبنا. تمور أخرج كل الحروف ورماها. أنا أخرجت أربعة حروف، الداد والداء وأيضاً. انتظري، اصمتي، لقد استوعبت. ربما أستطيع أن أفهم ما جرى. لا أعرف ماذا تقول يا تمور، ولا أكاد أفهم ما تقوله تمورة. أصبحت لا أفهم كلامكما، أضعتما حروف لغتكم. هذه اللغة هي اللسان والبيان، هي الهوية. جدي، أريد لغتي. ماذا أفعل؟ تلفظ ماذا وليس ماذا. انطق الذال. لا أستطيع، ضاع حرف الدال. يجب أن نبحث عن الحروف التي أضعتموها حتى تعود لكما لغتكما الجميلة. جدي، هناك إشارة في الجهاز. أظن أننا اقتربنا من مكان الحروف، أو ربما تكون هنا حولنا. الحروف، حروف لغتي، حروفي. جدي، الحروف الهجائية في خطر. ستضيع حروف تمور وتمورة، ستضيع لغتهما الجميلة. الحروف هربت في اتجاهات مختلفة. حسناً، فلنقسم أنفسنا إلى مجموعات، كل مجموعة تذهب في اتجاه. يبدو أنها خائفة. جدي، هل الحروف تخاف؟ نعم، تخاف أن تموت أو تندثر، وعندها سنفقد لغتنا. تغرق. هيا نلتقطها، هيا ننقذها.
قريبة، الجهاز يرصد وجودها. ها؟ لا نرى أي حروف هنا. هيا، وجدتها، هنا حروف لغتي. لن أتخلى عنكم أبداً، لن أضيعكم. أقصد، لن أضيعكم. الحمد لله، لقد عادت لي حروفي، فأصبح لساني معتدلاً ولغتي سليمة وجميلة. يا أبنائي، حافظوا على لغتكم، إنها لغتنا ولغة أجدادنا وقرآننا، فيها هويتنا، لغة الضاد، لغة عالمية وخالدة، فاحفظوها كي تحفظ لكم دينكم ودنياكم.